هيحصل ايه لو ما نمتش لمدة 5 ايام؟ وعشان اعرف اجابة السؤال ده قررت اجرب التجربة دي بنفسي. انا حاسس ان انا اتهورت، المفروض دلوقتي ان انا اقعد 120 ساعة من غير ما انام. احنا دلوقتي كده بعد التجربة الغريبة والمؤلمة جدا، فتعالوا احكي لكم ايه اللي حصل معايا بالظبط في الكام يوم اللي فاتوا. دي كانت بداية اول يوم في تجربة 120 ساعة من غير نوم. اليوم ده انا صحيت الساعة 8 الصبح في الميعاد اللي بصحى فيه في العادي، لكن الغريبة ان انا كنت عايز انام تاني. بس طبعا تجاهلت الاحساس ده تماما وقلت اما انزل اشوف العالم بره بيقول ايه. خرجت ورحت وجيت وعملت شغلي لحد ما الليل جه، الوقت اللي انا بنام فيه في الطبيعي. دلوقتي احنا في اخر اليوم الاول من رحلة 5 ايام بدون نوم. انا النهاردة صحي الساعة 8 الصبح والساعة دلوقتي 1:11، يعني انا دلوقتي بقالي حوالي 17 ساعة ما نمتش. 17 ساعة من 120 ساعة هانت. لحد الوقت ده انا كنت تمام جدا ومش حاسس باي حاجة، اللي هو عادي، يوم زي اليوم بتاعي الطبيعي. الدنيا بتضلم والناس كلها رايحة تنام وانا المفروض ان انا افضل صاحي، بس عادي انا سترونج. المهم اليوم ده قلت انزل تاني لان انا لو قعدت في البيت هنام، فنزلت قعدت على القهوة شوية. تقريبا كده الناس كلها نايمة. لما روحت اليوم ده كان خلاص الصبح هيطلع، فقلت اعمل مونتاج شوية واسلي وقتي عشان ما نمش، وحرفيا كنت بمسك نفسي بالعافية. نزلت اليوم ده بقى اجيب فلافل، واه هي اسمها فلافل مش طعمية، ومحدش بقى يدخلني في النقاش ده لان انا اصلا مصدع من التجربة دي. المشكلة الحقيقية بقى ان انا في الوقت ده ابتديت اصدع واحس ان انا همدان شوية، وكان عندي زي دوخة بسيطة، بس كل ده طلع ولا حاجة قصاد اللي حصل لي في الكام ساعة اللي جايين. في الوقت ده بقى دخلت في حالة اسمها مايكرو سليب، وهي ان دماغي كانت كل فترة كده بتفصل لمدة 30 ثانية، بلاقي نفسي زي نمت كده 30 ثانية وصحيت تاني، وما كنتش عارف اركز خالص، وكل شوية ادور على حاجة وهي قدامي، ومهما حاول اركز في الحاجة برضو مش عارف. والمشكلة الاكبر ان انا في الوقت ده ما كنتش عارف انزل برا البيت عشان اعدي الوقت، وده لان جسمي ما كانش مساعدني خالص. كنت حاسس بدوخة جامدة وزي عدم اتزان كده، فقلت احسن لي اكمل الوقت اللي باقي في البيت.